في الجزء ده هنعرف أنواع الهيموجلوبينز، وهنعرف الوحدات اللي بتكون منها هذا النوع من الهيموجلوبين، والجينات المسؤولة عن تكوينه، وعلى أي كروموزوم هي موجودة. أول نوع هنتكلم عليه هو الإمبريونيك هيموجلوبين. الإمبريونيك هيموجلوبين زي ما شايف في الصورة، اليونتس بتاعته أو السب يونتس بتاعته ثيتا جلوبين، ثيتا جلوبين. الجينز بتاعته ثيتا 1 وثيتا 2، الاثنين موجودين على كروموزوم رقم 16. طيب عندنا الفيتال والادلت هيموجلوبين. الفيتال والادلت هيموجلوبين بيحتاجوا سب يونت اسمها الفا جلوبين، الفا تشين او الفا جلوبين، مسؤول عن تكوينها الالفا 1 جين والالفا 2 جين. موجودين الجينات ديت على كروموزوم رقم 16. طب نرجع لنوع اخر من انواع الامبريونيك هيموجلوبين اسمه ابسلون. الابسلون جلوبين سب يونت الجين بتاعها موجود على كروموزوم 11. الفيتا محتاجة كمان سب يونت مهمة اسمها جاما جلوبين. جاما جلوبين تو جينز، جاما 1 وجاما 2 على كروموزوم رقم 11. طيب الأدلت بيتا برضو جلوبين سب يونت والجين بتاعها على كروموزوم رقم 11. الأدلت برضو دلتا جلوبين سب يونت، دلتا جلوبين جين على كروموزوم رقم 11. طيب برضو احنا كده يعني ايه، زي ما احنا شايفين كده الامبريونيك في انواع. لو نلخص الكلام عشان يبقى الكلام واضح، في عندنا الثيتا وعندنا الابسو، دول امبريونيك. يعني في الاسابيع الاولى من الحمل الامبريونيك ثيتا والابسلون بيكون موجود فيهم ايه سب يونت ثيتا اند ابسلون في الامبريونيك هيموجلوبين. طيب في الشهور الاولى من الحمل، طول مده الحمل ولغايه الولاده، يجي لنا الفيتال. الفيتال زي ما احنا شايفين كده في الصوره او في الشريحه، محتاج الالفا جلوبين سب يونت ومحتاج الجاما جلوبين سب يونت. يبقى هو يتكون الفيتا من 2 الفا و2 جاما زي ما هناخد ان شاء الله. طيب الادلت هنلاحظ ان هو تكرر في ثلاث ايه، ادي واحد في الاول هنا وهنا وهنا، عندي في الفا جلوبين سب يونت، وعندي بيتا جلوبين سب يونت، وعندي دلتا جلوبين سب يونت. يبقى احنا كده واضح ان في كذا نوع من انواع الادلت هيموجلوبين، هيذكرهم بالتفصيل ان شاء الله اللي ترون.